السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي هو مخصص لاولى اعدادي الكونترول 3. دونك نحاولوا ان شاء الله ونتمنى يكون عندنا الوقت باش نديروا مجموعه من النماذج، لان كل يعني كاين اختلاف كل واحد والدروس اللي عنده في الامتحان، ولكن نكونوا على يقين بان كل شيء ان شاء الله محطوط في لاشين من الدروس، يعني تفهم الدروس مزيان، تفهم التمارين اللي درنا وراه غتجاوب ان شاء الله. غندير نماذج، نحاول ندير نماذج مختلفه، وغنبدا بالنموذج رقم واحد. دونك بالنسبه لي زيلاف اللي عندهم لي دغوات غوماركابل دون ان تريونغل، يشوفوا لي فيديو ديال دوزيام اني، سواء ديال الدوفوار ولا ديال لي لوسون، وحتى لي بويسونس كاينين في بروميير اني وكاينين في دوزيام اني، على حسب اشنو درتي في الدرس. يعني قلب الدفتر ديالك اشنو هما الخاصيات اللي دار لك البروف، وشوف الفيديو المناسب ليك. دونك غنبدا هنايا لا ديسكريبسيون ان شاء الله، غتلقاو عاوتاني دوفوار، حاولوا تخرجوه قبل ما تشوفوا لا ريبونس. دونك ليكزارسيس 1، ضروري يكون عندكم الكونترول باش تشوفوا لي كيسيون، باش تتفهم لا كيسيون، حيت كل كيسيون كيفاش كنجاوبوا عليها. دونك قال لي كالكولي، يعني خصنا نحسبوا هنايا، نحطوا النتيجه في الاخر 100 200 على حسب شنو غيخرج لينا. عندنا موان 3 على بويسونس، موان 3 سور 4 على بويسونس 3 ايغال. دونك هنايا كاين لي هاد ناقص باش ما يبرزتناش في الاخر، باش ما يبرزتناش في الحساب. الا كان غيبقى لنا غيبقى لنا في الاخر، كان غيمشي راه غيمشي. كنشوفوا لا بويسونس 3 امبير، عندي ثلاثه الناقصات، اذا غيمشي ناقص مع ناقص وغيبقى لنا واحد، اذا في الاخر غادي يكون عندي موان. اللي ما فهمش هذا الشيء اللي كنقول اش كيدير، كيدير موان 3 سور 4 وكيضربها في راسها ثلاثه المرات، موان 3 سور 4 موان 3 سور 4 ايغال موان فوا موان هي بلس، بلس فوا موان هي موان. 3 فوا 3 9 فوا 3 27 4 فوا 4 16 فوا 4 64. اذا هنا كنحسب اشنو كنا قلنا حنا في الاول، قلنا بلي كاين اللي غيحط ناقص ويدير هادي بلا ما يعاود يكتب بزاف ديال الناقصات، حيت عندك 3 غيشيط لك واحد، عندك ان نومبر امبير في الاس سواء 3 5 7 291 99 كيكون دائما الاس الاشاره الا كانت الموان راه كيشيط لنا في الاخر. وباش كتعرف ماشي انا عندك لو نومبر كبير مثلا 220 كتشوف غير رقم الوحدات، الا كان المضاعفات ديال جوج ولا مثلا صفر هنايا راه غادي يكون بير، الا كان مثلا هنايا واحد ماشي من المضاعفات ديال جوج غيكون نومبر امبير، غير باش تعرفوا الامبير والبير. 1 سور 2 على بويسونس 5، 1 سور 2 على بويسونس 5. دونك هي 1 سور 2 5 فوا فوا 1 سور 2. دونك اتونسيون كاين لي زيلاف لي كيديرو 1 سور 2 فوا 5 لا، دونك 1 فوا 1 مكيتبدلش كيبقى 1، 2 فوا 2 4 فوا 2 8 فوا 2 16 فوا 2 32. دونك هي 1 على 32. كاين اللي كيجي كيدير جوج في خمسة وكيحط 10، لا اتونسيون لو بويسونس ماشي بحال لا ملتيبليكاسيون. موان 8 سور موان 7، موان 8 سور موان 7 على بويسونس 2. هنا عندي موان سور موان بحال موان فوا موان غيعطيني بلوس، غتبقى ليا 8 سور 7 على بويسونس 2. هي 8 سور 7 فراسها جوج المرات حيت عندنا هنا على بويسونس 2، 8 فوا 8 64 و 7 فوا 7 سي 49. دابا موان 2 على بويسونس 4، كاين الفرق بين هادي و موان 2 على بويسونس 4، هادي مكايناش في الامتحان غير باش نبين لكم الفرق بين الا كانوا لي بارونتيز و الا مكانوش. الا مكانوش لي بارونتيز يعني هاد الموان معزول بوحدو، يعني كندير موان و 2 على بويسونس 4 هي 2 فوا 2 فوا 2 فوا 2، 2 فوا 2 4 فوا 2 8 فوا 2 16، دونك هي موان 16. هادي اللي فيها لي بارونتيز، اللي فيها لي بارونتيز يعني ناقص حتى هو داخل مع الاس حيت داخل في القوس، دونك هي موان. كاين اللي غادي يحيد
moi, من الاول حيت عنده لا بويسونس هنا ليكسبوزون بير 4 ديال الناقص يعني ناقص غيمشي مع ناقص والازواج بحال كندير الصف ديال جوج تلامد الصف الا كان نورم بير مثلا 13 غندير جوج 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 في الاخر غيشط لي واحد هذاك واحد هو ناقص هنا ما غيشط لينا والو يعني غتبقى هنا وكاين اللي ما فهمش هذا الشيء كيدير موان 2 فوا موان 2 4 فوا فوا موان 2 فوا موان 2 ايغال موا فوا موا بليس موا فوا موا بليس و 2 فوا 2 4 فوا 2 8 فوا 2 16 دونك كتكون غينا 16 شفتو الفرق بين هادي وهادي اذا نردو البال الا كانوا لي بارونتيز ولا ما كانوش يلا دوي مع هذا ولا ما كانوش ولا ما كانوش لي بارونتيز دونك 10 على بويسونس 4 10 على بويسونس 4 قرينا لا بويسونس ديال 10 الا ما كنعدوش فيها راسنا غنحط واحد و 4 زيرو 1 2 3 4 صافي موان 1 à la puissance 2022 هذاك الشيء اللي كنت كنقول لكم قلت لك الا فهمتوا ولا ما فهمتيش هنا بزاف منك ديروا حيت على la puissance 2022 يعني راه ما يمكنش تحسب موان 1 في موان 0 غتشوف واش هذا الموان هذا عندي رقم واحد هنا من المضاعفات ديال جوج يعني انهم بير يعني الا درت الصف ديال جوج تلامد في الاخر غيبقى ما غيشيط ليها حتى واحد كلشي كل واحد غيكون مع صاحبه دونك موا غيمشي غيولي بليس غنبقى هنا 1 على بويسونس 2022 1 على بويسونس 2022 هي 1 فوا 1 فوا ما كتبدلش كتبقى 1 دونك ايكالا 1 كاين اللي كيدير ايكالا 2022 لا راه كضرب واحد في راسو 2022 مره هي واحد موان زان على بويسونس 2021 ايكال هنا رقم الوحدات ماشي مضاعفات جوج يعني في الاخر نومبر غيشط لنا واحد التلميذ ما كاينش في الصف جوج 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 غيشط لنا واحد يعني كاين واحد ناقص غير مو ان على بويسونس 2021 هي ان دونك هي موان زان كاين واحد كيدير الشغب هنا باش اش غندير معاه 5 à la puissance 3 il y a 5 fois 5 fois 5 3 fois 5 fois 5 fois 5 5 fois 5 il y a 25 fois 5 il y a 125 moins 13,5 à la puissance 4 حتى يغديروا نفس الشيء يعني باش ما نطولش عليكم في الفيديو 1 à la puissance 1 million على تاكم حتى هي 1 حيت 1 على بويس هي 1 فوا 1 فوا غاديكم 1 هادي اللي غادير 0 على بويسونس 999 هي 0 فوا 0 فوا 0 غاديكم 0 اذا كيبقاو يتعاودوا يعني غير عقلوا بان 0 مثلا بويسونس واحد العدد من غير 0 كيساوي 0 1 كيما كان لا بويسونس ديالو راه كيساوي 1 اذا كان ناقص شوفوا لا ليكسبوزون كيفاش داير وهكذا غتعلموا ان شاء الله exercice 2 شوف la question 2 écrire les nombres suivants sous forme d'une puissance هنا ما قالش لينا حسب يعني مثلا خصني يخرج لي واحد العدد بحال هكا هذا sous forme d'une puissance هذا الا قال لي احسب يعني كنحط النتيجه في الاخر دونك لي نومبر اللي عندنا دونك la question 2 لي نومبر اللي عندنا هي 0,64 0,64 اشنا هي اذا هنايا لي زيلاف اللي قراو لي كريتور سيونتيفيك هما اللي غيقدروا يجاوبوا لان 0,64 اشنا هي هي 64 على 100 شوفوا معايا ايغال 64/100 حيت 64 هي اللي كنقسمها على 100 وكتعطيني 0,64 كنشوفها شحال من رقم بعد الفاصله وكنقسم على عدد الاصفار هما جوج الى مثلا عندي 0,064 ثلاثه الارقام بعد الفاصله غندير 64 على 1000 يعني هكا كتحسبوا 64 شنو هي شكون هو العدد اللي كنديرو على بويسونس كيعطيني 64 كاينه 8 على بويسونس دونك هنا اون بويسونس يعني نقدر ندير 64 هي 8 على بويسونس 2 و 100 هي 10 à la puissance 2 هي 8 sur 10 tous à la puissance 2 كنجمعهم في أس واحد
الى حسبتوها دابا هادي 8 في 8 هي 64 10 في 10 هي 100 دونك هي هادي سو فورم دو بويسونس 125 هذا دوفوار دوميسيل يعني التخدمه ديال الدار هنا كتريني كتضرب مع صفتي كتفهم هادي وتفهم هادي باش ملي كتمشي للكونترول ديال القسم كتولي بخير وكتخرج مزيان هو كيكون اقل صعوبه من هذا ولكن راه غادي الا فهمتي هذا غادي تفهم هذاك 125 يمشي معاك دابا بالعكس راه يقدر في نفس الامتحان يقول لك حسب لي 5 على بويسونس 3 كتعطيك 100 يعني يكون ذكي هذا من بين القوالب اللي خصكم تعرفوهم ان يقدر مثلا يعطيك واحد الحاجه وتخرجها ويجي في واحد السؤال نفس السؤال ويعطيك العكس دابا هادي بغينا نديروها سو فورم ديال بويسونس هي هادي 5 على بويسونس 3 هادشي ردوا ليه البال يعني خص كامل القوى ديالك يكونوا مع التركيز ديالك كما يكون في الامتحان 100 هي 10 وكنشوف شحال عندي من 0 و 2 هي 10 على بويسونس 2 العكس ديال هادي هادي ديال هاد لا بويسونس ديال 10 بزاف غادي تحتاجوها في الفيزياء يعني غنخدموا بها بزاف لا بويسونس ديال 10 5 فوا 5 فوا 5 فوا 5 5 فوا شحال غتعطينا هذيك 5 فوا 5 فوا 5 فوا 5 فوا 5 هي 5 على بويسونس شحال من 5 عندي 5 5 على بويسونس 5 49 هي 7 فوا 7 هي 7 في 7 هي 7 على بويسونس 2 10000 اجي يا مشاغب حيد سير 10000 هي شحال من صفر عندي 4 دونك كندير 10 على بويسونس 4 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 × 2,3 ×
les puissances. Maintenant, on a A égale, à 3 remontes, 2 sur 3, on a 2 tiers à la puissance 4, fois 2 tiers à la puissance 9, fois 2 tiers. هنا كاين واحد البياج شنو هو هنا لا ميم باز يعني لا بروبريتي اش كتقول ليها اذا كان عندي هادو بحال بحال اش كندير لي بويسونس لي زيكسبوزون كنجمعهم كنحطها في هذا وكنجمع لي زيكسبوزون هذاك الشيء اللي غنديروا له دونك جو غارد دو تيير وكنجمع لي زيكسبوزون لي زيكسبوزون البياج اللي قلت لكم فين كاين هو هنا كاين اللي كيدير 4 بلس 9 وكيحيد ولكن هاد دو تيير اشنا هي اصلا شنو هو ليكسبوزون ديالها راه هي على بويسونس 1 غير ما كنديروش حيت دو تيير على بويسونس 1 هي دو تيير ولكن ملي غنبدا نجمع غندير 4 بلس 9 بلس 1 ايغال ا 4 دو تيير على بويسونس دونك 10 بلس 4 هي 14 هادي هي لا فورم ديال بويسونس ما كنحسبش كنخليها هكا بي ايغال 13 4ème, B égale 13 sur 4 à la puissance 6 fois 2 sur 5 à la puissance 6. Là, ma indiche les bases bhal bhal, باش ندير بحال هادي. شكون اللي عندي ليكسبوزون هذاك اللي بحال بحال كنحطها في البي ما كندير لا 6 بلس 6 لا حتى حاجه كنخليه هو هنا عندي لا باز بحال بحال كنحطها في بي عندي ليكسبوزون بحال بحال كنحطها في بي وكنضرب هذا في هذا كنضرب 13 سيغ 4 فوا 2 سيغ 5 دونك كاين اللي غيسامبلي في نير ايغال كاين اللي غادي يدير هنا 13 كنختازل قبل ما نحسب من الافضل فوا 5 دونك جو سامبلي في باغ 2 شحال كتبقى ليا 13 سيغ 10 tous à la puissance
6 وكنخليها هكا حيت ما قالش ليا كالكول كما قلت لكم. سي سي ايغال اون غادي 9 8 لا بويسونس 15 ديفيزي بار 9 10 على بويسونس 10. هنا عاوتاني عندي لا باز بحال بحال جو لو غام 9 سور 8 ولي زيكسبوزون اش كندير ليهم هنا في الدار كنجمعهم ولكن ملي كتكون عندي القسمه كنقصها كندير ناقص دونك كندير 15 موان 10. ما عندكش الحق دير هذا ناقص هذا الفوقاني ناقص التحتاني ايغال 9 سور 8 15 موان 10 هي 5 على بويسونس 5. دي دي ايغال موان 1 موان 2 على بويسونس 2 توس على بويسونس 7. هنا عندي دو زيكسبوزون ملي كيكونوا عندي لي زيكسبوزون بزاف الاسات بزاف كنضربهم بيناتهم كنخلي موان 1.5 كاين عاوتاني اللي غيحيد موان حيت عندو هنا كاين اللي غيخليها 2 فوا 7 ايغال موان 1.5 على بويسونس 14 وناقص غيمشي حيت لا 14 هي من المضاعفات ديال جوج اذا غنغديش يبقى غتبقى لنا غير 1.5 على بويسونس 14. كون كانت مثلا 15 ولا 13 ولا 17 غادي يبقى موان. اف او او ايغال 8 سيزيام فوا 8 على بويسونس 3 سور 4 على بويسونس 9. لي بروبريتي ما خصنيش نتجاوزهم لي بروبريتي هما هادو اللي قرينا. شي حاجه اخرى بحال دابا هنا عندنا لا ميم باز دونك جو كار لا باز و كندير 6 بلس 3 هي 9 سيغ 4 على بويسونس 9. هنا عاوتاني ما عنديش هادو عندي لي زيكسبوزون بحال بحال ديما لي بحال بحال كيبقى كنخليه و كندير 8 سيغ 4. يعني هنا فاش كيكون ليكسبوزون بحال بحال الا كان عندي بحال هنايا لا ملتيبليكاسيون كندير لا ملتيبليكاسيون كان لا ديفيزيون كندير لا ديفيزيون دونك ولكن 8 ديفيزي بار 4 هي الدراهم على 4 الناس غادي نعطيهم جوج هي 2 على بويسونس 9 دونك نخليها هكا. اف اف ايغال دونك 1 مليون عندو 6 زروات سور 1000. كاين اللي مكيعرفش اش غيدير هنايا كاين اللي غيسامبلي فيه هنايا غتبقى ليه 1000 وديك الساعة يبدا البويسونس وكاين اللي غادي يدير هنايا هنا شحال من زيرو عندي 6 دونك 10 على بويسونس 6 هنا عندي 3 زيروات هي 10 على بويسونس 3 كيولي عندي لا باز بحال بحال كنكاردي ديك لا باز ايكالا 10 وكيما درت هنايا كنقص 6 موان 3 هي 10 على بويسونس 3 وكنحبس. الا قال لي كالكيلي مثلا في لا كيسيون ديك الساعه غنحسب 10 على بويسونس 3 ونشوف شحال غتعطيني. جي يعني كيكونوا شي حوايج اللي كنزيد شويه من عندي باش تولي بروبريتي ما كتكونش واضحه ديريكت كنزيد شي حاجه بحال هنا ما واضحاش البروبريتي حتى جديد هادو بويسونس عاد بان ليا بلي عندهم لا ميم باز. هنا عاوتاني جي عندي 10 على بويسونس 8 فوا 1000 هنا عاوتاني كاين اللي غيشوفها غيتخلع غيقول ما عنديش لا باز بحال بحال وما عنديش ليكسبوزون بحال بحال غنزيد شي حاجه من عندي ماشي كنزيد ما نشانجي بلا ما نغير لو ريزولطا. ميل شناهي هي 10 على بويسونس 3 حيت عندي 3 زروات دونك ايغال 10 على بويسونس 8 فوا 10 على بويسونس 3 هاي ولات عندي لا ميم باز. غنجمع 10 غنخليها وغندير 8 بلس 3 هي 11 كنخليها عاوتاني هكا. اش اش شويه فيها الخدمه حيت كتساوي 8 على بويسونس 12 بان ليا حتى واحد ماشي بحال الاخر سيغ 6 على بويسونس سيغ 64 لا ميم شوز هنا عاوتاني كنلاحظ بلي 64 هي 8 فوا 8 هي 8 على بويسونس 2 دونك غنبدلها غنخلي 8 على بويسونس 12 سيغ 8 على بويسونس 2 وكتولي عاد كتبان ليا لا بروبريتي لا ميم باز غندير 8 وغندير 12 موان 2
هي 8 على بويسونس 10 وكنخليها هكا. La question 4. Donnez le signe des nombres suivants avec la justification. هنا قال لك عطيني لو سين ما تحسبش ليا غير قول لي في الاخر واش كيكون عندنا بوزيتيف. بحال مثلا غناخذ ان اكزامبل. الى عندي مثلا غير باش نشرح لكم عندي مثلا موان 2 على بويسونس 3 هذه مثلا الى حسبتهاش راه تعطيني موان 2 فوا موان 2 هي موان 8 دونك في الاخر عطاتني لو سين نيجاتيف. دابا 2 مثلا على بويسونس 3 هي 8 دونك في الاخر عطاتك لو سين بوزيتيف. ولكن هنا بلا ما نمشي نحسب عاد نشوف واش عنده لو سين بوزيتيف ولا نيجاتيف غنعرف من الاول. دونك كيما قلت لكم قراو السؤال. دونك لو سين بحال دابا اي اي ايغال ا موان 2 سور 9 على بويسونس 6 واش غنمشيو نحسبوها في الاخر نشوف واش غتعطينا ناقص ولا زايد. لا اش كنشوف كنشوف هاد اكسبوزون واش من المضاعفات ديال جوج ولا لا واش بير ولا امبير. من المضاعفات ديال جوج يعني بير 6 جوج 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 يعني بير. دونك لو سين كنكتبو هكا لو سين دو موان 9 موان 2 سور 9 على بويسونس 6 ما كنقولش ايغال اي بوزيتيف يعني في الاخر في الاخر غيكون عندنا غيكون عندنا بوزيتيف شحال دومون اي بوزيتيف كار 6 اي بير لو نومبر 6 اي بير. سمحوا لنا هنا شوية ديال المشاغبين هنايا 5 سور موان 3 جي لا ميم شوز باش غنديروهم كاملين 5 سور ايكال 5 سور موان 3 على بويسونس 17 هنا عاوتاني اشنو غادي نشوف كنشوف بلي المشكل عندي موان ولكن ليكسبوزون امبير 17 يعني الا درتي جوج 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 في الاخر غيشط لك واحد 16 حيت 7 ماشي مضاعفات ديال جوج اذا هذه غتكون نيجاتيف في الاخر. لو سين 2 5 سور موان 3 على بويسونس 17 اي نيجاتيف. دونك كنهضرو على لو سين ك 17 اي امبير عدد فردي. نفس الشيء بالنسبة لهذه كا عاوتاني يعني هنا كاينين كاين خص يكون عندي مشكل باش يكون عندي الحل. علاش إلا خديت مثلا كا كا إيكال موان 11 سور موان 23 على بويسونس 3 لا بليبار ديالكم شنو غادي يدير غيقول هنا عندنا 3 أمبير ماشي مضاعفة جوج يعني غيكون عندي لو سين نيجاتيف. لا ردوا البال هنا راه عندنا غير ناقص واحد هنا راه ناقص على ناقص غيعطينا بلوس يعني ما غاديش مازال يكون عندي مشكل واش نشوف واش بير ولا امبير ما غاديش كاع نشوف ليكسبوزون حيت ما عنديش مشكل المشكل هو ناقص ما بقاش موان سيغمون غيعطيني بلوس. دونك غدير لو سين دو هادي اي بوزيتيف 1 سور 8 على بويسونس 5 حتى هي ما فيهاش اصلا ناقص يعني سواء كان ليكسبوزون بير ولا امبير غتكون بوزيتيف. موان 7 على بويسونس 9 هادي موان غيبقى يعني اصلا سوا شفناه لا ولا ما شفناش ما كاينش داخل القوس يعني لو سين ديالها غيكون نيجاتيف. دابا في ليكزارسيس 2 دونك ردوا معايا البال على لي زونغل و لي تريونغل. عندنا عطاونا واحد دو دوني هنايا اللي عطاونا قالوا لنا بلي هادي فيها 90 يعني من هنا لهنا كاملو هاد لونغل هادي بي ا او وقالوا لنا بلي هاد لونغل هادي فيها 40 بي ا سي. قال لي كالكولي اون جيستيفيون تا ريبونس لونغل سي ا او سي دونك كاين اللي مازال ما كيعرفش يقرا لونغل ها لونغل كيفاش كتقرا. دابا مثلا عندي هنا ا بي سي ماشي انا نقراها كيما بغيت نقول مثلا بي ا سي ولا ا بي سي هاد لو سومي هو اللي خصو يكون الوسط نسميها ا بي سي ولا سي بي ا صحيح وكي ما عنديش الحق نمشي نقول بي اس بي اس راه هي هذه كتولي هذه هي لونغل
وبالمناسبة بغيت نهضر حتى على الخيام، قال لي انا كيصوروني بزاف ديال التلامد اللي كيكون عندي خيام، هادو كنسميهم لي كورتي. هاد الاضلاع هادو ا بي سي، كاين اللي كتقول لي عطيني لونغ، كيقول لك لونغ ا بي، ما كاينش لونغ ا بي، راه هو هذا الضلع بي سي اس. ها لي زونغل هما هادو، كاينه سي ا سي بي، كاينه ا بي سي، وكاينه بي ا سي. يعني ديما لو سومي خصو يكون الوسط. لا عليه شابو. دونك قال لي كالكيو اون جيستيفي اون ريبونس لونغ سي ا او، سي ا او هي هادي. وفي نظركم شحال غتساوي هادي؟ الا كتلاحظوا هادي كلها كتساوي 90، غنحيدو منها 40، شحال غيبقى لنا 50، ولكن خصنا نكتبو هادشي. حيت دابا كاين اللي لاعب اللي كيعرف هادشي اللي كنقول، ولكن باش يجي يكتبو اشنو غندير؟ بكل بساطة غندير اون اون سي ا او اللي طالبين منا اش كتساوي؟ هي بي ا او موا، غنحيدو منها بي ا سي، بي ا سي ايكال 90 موا 40 دوغري ايكال 50 دوغري. يعني كيكون الجواب ديالي مقبول. هادي ناقص هادي، هادي كتساوي 90 ناقص 40، 90 ناقص 40 هي 50. لا دوزيام كيسيون، لا دوزيام كيسيون دونك لا ميم كيسيون، ولكن هاد المرة بي ا اف، بي ا اف هي هادي، بي ا اف هي هاد لونغل هادي. وفي نظركم شحال غتساوي هادي؟ واخا عندي بزاف ديال لي زونغل، انا لي زونغل اللي كنعرف باين الا شفتو هادي كلها، هادي اللي غندير بلون اخر، هادي هادي كلها فيها هي اونغل بلا، يعني فيها 180. اذا الا حيدت منها 40 غتبقى لي هذيك اللي طالبين مني. دونك قلنا غنديرو بي ا اف، بي ا اف ديما كندير الرقم ديال السؤال، بي ا اف ايكال سي ا اف، هذه كلها سي ا اف موان سي ا بي ولا بي ا سي بحال بحال، المهم لو سومي خصو يكون الوسط. هي سي ا اف كتساوي 180، غنحيد منها 40، 40 دوغري ايكال 140، دونك فيها 140 درجة في هذه اللي طالبين مني. لا تخوازيام كيسيون، لا ميم كيسيون عاوتاني، اف ا اش، اف اف ا اش هي هادي، اف ا اش هادي، شنو غتساوي هادي في نظركم؟ عاوتاني العقل ديالي ديريكت حيت كنعرف، انا كنعرفها لونغل غير دغوا، ولونغل بلا اللي فيها 180 هما اللي كيبانو، والبلانيت هي كتبان حيت كيكون مستقيم. شوفوا معايا هادي كلها، هادي هادي كتساوي 180، غنحيد من هادي، اشنو هي هادي؟ هي اللي خرجنا دابا، شحال غيبقى ليا؟ غيبقى ليا 40، كاين هادي وكاين اللي غطيح لي واحد الفكره مزيانه وسهله، هما ان هاد لي زونغل هادو، هادي مع هادي متقابلتان بالراس بحال هكا، دايرين هاك ناخد شي حاجه كبيره. هادو سي سون دي زونغل اوبوزي بار لو سوم، يعني كتكون هادي مع هادي، وهادي اللي الفوق مع هادي اللي لتحت، كيشتركوا في لي ميم دغوات. هادو الا قلتي هادو الا قلتي بي ا سي مع اف ا اش سون اوبوزي بار لو سوم، دونك كيكون عندهم لا ميم ميزور، راه صحيح. ما طاحتش لك على البال دير هادشي اللي غنقول لك. غادي نديرو غندير بي اف ا اش ايكال 180 موان 140 دوغري ايكال 40 دوغري، ولا كيما قلت لكم غتكتبو بي ا سي اي اف ا اش سون اوبوزي بار لو سومي، دونك اف ا اش ايكال 40 دوغري، حتى هي غتكون عندها 40. لا كيسيون 4 كومبليتي، هادي هي اللي عزيزة عليكم حيت غير كتعمر نقاط، بي ا سي اي
F A H B A C فينا هي B A C B A C F A H هما هادو اللي خرجنا دابا كيفاش دايرين كيما قلنا سون اوبوزي سون اوبوزي بار لو سومي يعني متقابلتاني بالراس بالعربية C A E C A E E C A B كنمشي بعدا نعرف C A E هي هادي C A B هي هادي هادي وهادي كيفاش دايرين ما متقابلينش ولكن الا شفتو الا جمعنا هادي وهادي كيعطيونا 90 اونغل دغوا كيعطيونا 90 ملي جوج كيعطيونا 90 كنسميهم كومبليمونتير بالعربيه متتامتان دونك 100 ما كاش لينا هنا جوستيفي دونك 100 كومبليمونتير اف ا اش اف ا اش اي سي ا اش سي ا اش اف ا اش سي A H دونك الى شفتو F A H هي هادي و C A H هي هادي دونك الى جمعنا هادي مع هادي كيعطيونا هادي اونغل بلا يعني ملي كيعطيونا 180 كنسميهم سوبليمونتير بجوج دابا باش دابا كاين اللي لاعب اللي كتقول ليه 180 كيقول لك اونغل بلا وحده ولكن هادو راه جوج جوج كومبليمونتير وجوج عاوتاني كيساوي 180 بجوجهم كنسميهم سوبليمونتير 100 supplémentaire. Sont supplémentaires. Exercice 3. Galix sachant que A et B. Exercice 3. La question 1. Sachant que A et B sont deux angles complémentaires. De Benex et Alteni. Gagne deux angles complémentaires. Calculer B, CA égale à 65. Donc, B, chal rat se oui. Vouma complémentaire. Et ni bjouj rom chal rat aouna. Aouna de 5. Il a quand A kat se oui 65. Ach nous rendez 90 moins 65 degrés. Il y a 25 degrés. Donc, je vais vous dire, ma kin, le mid, l'is qui chouf 5, n'a pas 65 qui dire fait A, 35. Redoul, berra 25 plus 65. 5 il y a 90. La même question, mais ici on a dit A. Tu veux dire le معطيات. Dans le معطيات qui كانوا دابا غنحسبوا A الا كانت B كتساوي 20. Donc on dira la même chose, il y a 90 moins 20 égale à 70 degrés. La deuxième question, قال لك ساشون كو E و F سون سوبليمونتيغ يعني مجموع ليهم كيساوي 180 كالكولي E سي F دونك F كتساوي 132 دونك شحال غتساوي E 180 ناقص 132 دونك إيكال 48 دوغري دونك إلا جمعتي 132 مع 48 غتلقاها كتساوي 180 F, il est quand E, qu'est-ce que ça veut dire? Donc F égale à 180 moins 80 égale à 100 degrés. La question 3. On a galéna des angles, normalement. On a galéna BAC. On a obtenu que les élèves ne mesurent que 1. Alors BAC. خاصني نحط هذا بعدا في الراس ديال الزاويه في لوسومي ونشوف واش غنعبر واش غنعبر من هنا كنبدا من زيرو هنايا ولا غنبدا من هنا كنبدا من زيرو الفوق يعني باش ما نخلطوش دونك مثلا غناخذ هنايا غناخذ بعدا واحد لو سيغمون وكنحط هذا اللي هنا كنحطو على الراس ونقاد مع زيرو كنقاد هذا دونك زيرو 10 20 35 هي هادي وكنحيد كنهز ديك الساعه لا ريغل وكنرسم لونغل دونك هادي فيها 35 دوغري
قال لك لا ناتور ديالها سي تي ان اونغلي. دونك اشنو سماها بعدا؟ بي ا سي. ما دير ما عندكش الحق مثلا دير هنا ا بي وهنا سي، هذه كتسمى ا بي سي. هما قالوا لك بي ا هو الوصومي سي، والسي كتحطها بي فيما بغيتي. دونك ا بي سي ايت ان اونغل، ان اونغل ايغي زاوية حادة يعني ما وصلتش 90 درجة. الاخرى قال لك او اف جي سي تي ان اونغل بلا، او اف جي 180 يعني كندير هي هادي مستقيم، يا عبارة عن مستقيم. غير هو لو سومي ديالها شنو سماها او اف جي، يعني اف هو اللي غيكون هنا و او جي نديرهم فيما بغيت، ندير او هنا و جي هنا ولا او هنا و جي هنا. ان اونغل يعني خصكم تعرفوا كاع الانواع ديال لي زونغل. ان اونغل بلا ا او سي، ا او سي اذا ا او سي فيها 90. الا بغيت نديرها مثلا الا عندي الكوس الا عندي لي كير مزيان غندير هذيك الزاويه قائمه، ما عنديش غندير هنايا غنحط هذا هنايا ونعبر 90 وناخذ المسطره. بحال دابا انا كنقلب عليه ما لقيتوش، دونك غنستعمل هادي 80 دوغري 90. دونك سميتها ا او سي، ا او هو اللي خصو يكون هنايا سي. ان اونغل دغوا ماشي دغوا، دغوا زاويه قائمه. ام سي ان، ام سي ان دونك انا عبر عندها شحال فيها 115. دونك هنايا هنا فين كيبداو الاخطاء، كاين اللي كيدير دابا 115 اش كيدير؟ كيجي لهنايا كتبان ليه 115 هاهي 115 وكيدير هنايا صافي هادي ويجي عبر هاد لونجل هادي. هداك الشيء اش قلت لكم شوفوا منين بديتو. دونك بدينا من زيرو لتحت، زيرو ها 115 فين غادي تكون، هي هادي راه فايتة 90 وغتعطينا اصلا خدم عقلك. الا مثلا صدقات لك هكا راه تكون غلطة، حيت راه 115 فايتة 90 يعني مزيانة فتنا، فتنا هادي دزنا. دونك سميتها ام سي ان، سي خصها تكون هنا، ام او ان حطهم كيما بغيتي. دونك هادي ان اونغل بالعربية منفرجة، اون فرونسي ان اونغل اوبتو، اونغل اوبتو. دونك نتمنى ان الفيديو يكون ما نتقلوش عليكم في هذا الليل هذا، انا راه كنصور دابا مع 12 ديال الليل ولا الوحده. اتمنى لكم كامل التوفيق، واتمنى لكم كاملين تجيبوا 18 ان شاء الله ما تخيبوناش. بارك الله عليكم.